بقى جميل، هنختم بجميل مكالمتنا. اتفضل يا استاذ جميل، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك كابتن عدلي؟ اهلا بيك يا حبيبي. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. اتفضل. الله يسلمك، حضرتك منور الشاشه. ربنا يخليك. اهلا. ممكن اكلم كابتن جمال؟ اهو معاك اهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا كابتن جمال؟ اهلا بيك يا فندم. انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل يا فندم. احنا عايزين حضرتك تلعب كوره مش علشان تثبت لحد ان انت النادي القديم خسر او النادي الجديد كسب او الكلام ده. احنا عايزينك تلعب لان حضرتك موهوب. تمام. ايه عندك الموهبه دي لا شك فيها، وعندك الادوات اللي تساعدك ان انت تكون احسن لعيب في مصر ان شاء الله يا فندم. فاحنا ان شاء الله باذن الله. شكرا يعني. شكرا. كلام مهم جدا، وكلام ناس يعني فاهمه كوره وتعلق ايه. والله هو كلامه مظبوط، يعني مش محتاج ان انا يعني عايزه بس اشيل حته ان انا مش محتاج ان انا اثبت حاجه. لا، انا محتاج ان انا اثبت ان جمال حمزه لسه موجود ليا الشخصي انا نفسي الاول، وبعد كده للناس، وبعد كده للنادي الاهلي والناس اللي هي كانت واثقه وهي بتتعاقد معايا. فدي نقطه مهمه جدا، مش حاطط في دماغي حد تاني، او مش حاطط في دماغي ان انا عايز اثبت نفسي عشان حد تاني، او ان انا بفكر في تصفيه حسابات. لا لا لا، ما عنديش الكلام ده الحمد لله. يعني انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. انا كان تفكيري ان نادي الزمالك مرحله من حياتي انتهت بكل ما فيها من حاجات حلوه وحاجات مش حلوه. فتره نادي الجونه الحمد لله اديت فيها بشكل كويس جدا، والحمد لله كانت فتره بالنسبه لي جميله، وقدرت ان انا اسعد فيها المسؤولين في نادي الجونه. فتره نادي الاهلي اكيد هتبقى ان شاء الله انا متفائل بيها، ان هي ان شاء الله تكون من احلى فترات حياتي ان شاء الله باذن الله. يعني انا بعتذر للساده المشاهدين، عشرات الاس ام اس عماله المخرج يبعتها لي. طبعا قدامنا 3 دقائق، فيعني يا دوبك نقضيهم مع الكابتن جمال، ونوعدكم باذن الله هيكون في لقاءات في المستقبل اكتر من كده، وفي ظروف اكتر من كده. كابتن جمال، يعني لما جه الكابتن طارق سعيد والكابتن محمد صديق لعبوا في النادي الاهلي موسم، خدوا برونزيه العالم، وخدوا 5 بطولات، وخدوا وسام. تتصور ده ممكن يتحقق معاك باذن الله؟ اه، بس مش عايز العب موسم. لا انا بقول لك رغم انهم لعبوا موسم طبعا. لا انا بقول لك رغم انهم ادوا مع الاهلي موسم واحد، الا انه كان عمر كامل. اكيد طبعا، يعني ممكن واحد يقعد يلعب 20 سنه ما ياخدش ال5 بطولات، او ما ياخدش مجموع البطولات دي كلها. فهي دي ميزه ان انت تلعب في نادي زي النادي الاهلي، ان انت بتلعب على بطوله على طول، وان انت ما بتتنازلش عن المركز الاول. وهو ده طموحي يعني من وانا صغير، من ساعه ما ابتديت طموح ان انت تلعب على المركز الاول. خدت كام بطوله دوري مع الزمالك كابتن؟ 3 دوري و2 كاس وبطوله افريقيا، الحمد لله خدت البطولات كلها يعني الحمد لله. فباذن الله يعني تضيف اليها مع اكيد الهدي. طبعا اكيد ان شاء الله. في حاجه طبعا ان انا يعني ما خدتش قبل كده هداف الدوري مع نادي الزمالك، فاتمنى ان انا ان شاء الله الموسم الجاي ابقى هداف الدوري مع النادي الاهلي. دي حاجات شخصيه وحاجات الجماعيه، ان احنا اكيد نحافظ على بطوله الدوري، وان شاء الله الاهلي يفوز بالكاس السنه دي ونحافظ عليه السنه الجايه، وكل البطولات الحمد لله وبطوله افريقيا. انا اعتبر الكلام ده هي رسالتك للجمهور. عايزين توجه رساله بقى للكابتن حسام وجهازه الفني وزملائك. والله بقول لهم الف مبروك طبعا، لان انا شايف يعني وجهه نظري كنت بعيد ال6 شهور الاولانيين. الدوري كان صعب جدا السنه دي، من اصعب الدوريات اللي عدت على النادي الاهلي، لان أول مرة يبقى فيه مدرب وطني، طريقة اللعب اختلفت، عندك 5 6 لعيبة مؤثرين جدا ما كانوش موجودين، كانوا مصابين. فده يعني ممكن يكونوا دول قوام منتخب مصر. فإن النادي الأهلي أكيد كان متأثر بغيابهم، وإن أنت تحافظ على البطولة من أول أسبوع لغاية النهاية ده إنجاز كبير يعني. طيب زملائك حابب تقول لهم أي حاجة؟ والله يعني انا طبعا بشكرهم، لان هم في ناس كتير جدا في ناس كتيره طبعا جدا كلمتني منهم، وسعيد جدا ان انا هبقى معاهم ان شاء الله الموسم اللي جاي، واتمنى لهم التوفيق في الكاس. وبقول لهم بمناسبه الكاس، المخرج عمال يقول للجمهور مصر عايز جمال يلعب الكاس، نعملها زي دي. ما انا هلعب الكاس بس مع الجونه. والله كان نفسي طبعا، كنت اتمنى ان انا اكون موجود، بس ان شاء الله السنه الجايه. وزي ما قلت لحضرتك بقول الف مبروك لزمايلي على بطوله الدوري، وان شاء الله نحافظ عليها السنه الجايه ان شاء الله يعني.
انت واحد من الجمهور لقى كلمه باذن الله حاول يكون هداف الدوري بالمخرج بيقول لي بيطالبك بتحقيق هذا الوعد ان شاء الله. كابتن جمال الوقت عد بسرعه وكنا نتمنى ان يعني يكون وقتنا ممتد اكتر من كده عشان الناس عايزه تتكلم معاك. المخرج عمال يقول لي مش عارف اعمل ايه في المكالمات والاس ام اس. طبعا الناس فرحانه بيك الحمد لله، واحنا متفائلين باذن الله بيك. اعتقد باذن الله انك تحقق طموحاتك وطموحات جماهيرك وطموحات المسؤولين في النادي الاهلي، وباذن الله الخطوه القادمه مع منتخب مصر ومش بعيد عنك انك تكون افضل لاعب باذن الله بالاخلاص والاصرار في المشوار الجديد. كابتن جمال نورتنا واهلا بيك. ربنا يخليك. الساده المشاهدين نعتذر عشان انتوا عندكم بعد كده ميعاد مع الكابتن حسام البدري، هتسمعوا بقى كلام الدوري طول السنه الماضيه وتسمعوا احلامه القادمه باذن الله، واشكركم وتصبحوا على خير.